مرحبا. كيفكم؟ احنا اليوم بجلسة جديدة من جلسات تدريب مهارات الحياة ببرنامج دوائر من Out and About. واجتني ملاحظة انه لانه كل سيشن على لايف لازم احكي اسمي. انه مين انت اللي بتحكي؟ فانا اسمي، فلازم كل سيشن احكي اسمي والبرنامج والمجموعة تعريف. فانا رامي دولي، مدرب مهارات حياة واحد مؤسسي مجموعة Out and About. احنا ببرنامج دوائر، وهي دائرة تدريب مهارات الحياة. المرة الماضية واليوم برضو شتاء على فكرة، يعني المرة الماضية كانت شتاء واليوم شتاء، فالظاهر الدوائر خير على البلد. المرة الماضية بنحكي على كنا منطقة المال، وخلصنا الاو اللي هي مش الاو، خلصنا الجي اللي هي الجول. فالكل كتب الجول تبعه، اللي ما معه ورقة وقلم أو مش جايب معه دفتره يجي ياخذ فيه ورق وقلم. بس رجاء إذا ممكن بس نخلص الجلسة، عشان هدول جايين دعم لقلم. بس نخلص الجلسة نرجع القلم، بس خلوا الورق معكم. فاللي مش جايب معه ورقة وقلم رجاء خدوا ورقة وقلم، لأنه رح يلزمنا، لأنه بدوائر بنكتب. ايش هاي؟ في شغلات فيسبوك عم تكتبها غريبة صارت جديد. ممكن ترو. فيسبوك بقولنا انه هو عم بنشر الخبر انه احنا لايف، وهينا عم we're spreading the word للممبرز تبعهم. طيب سريعا الجي، احنا عم نعمل الموديل تبع الجرو اللي هو جول، رياليتي، اوبستكلز اند اوبشنز، و واي تو موف فورورد. اوكي، او واي فورورد. بمنطقه المال احنا عم نستخدم نموذج عجله الحياه، اللي هم 8 مناطق رئيسيه رح نمشي عليهم منطقه بالجرو. حاليا عم نحكي عن منطقه المال، الجروس، مصاري، بارا بالتركي، ماني بالانجليزي بالضبط، ارجون بالفرنسي، بالايطالي سولدي بالايطالي وبالاسباني مش عارف. اوكي، مين حدا، في حدا بيعرف اسباني؟ العربي. دراهم، نعم، نقود مال. طيب فحطينا الجول تبعنا، وقلنا الجول تبعنا بمنطقة المال طريقة صياغته انه انا قديش بدي دخل، او قدي بدي توفير بالمدة. ليش؟ لا تعال، عشان بعد بنت صغيرة. مش مشكلة، تعال. او ممتلكات. فلازم نكون محددين، نقول مثلا بدي 1000 دينار بالشهر دخل، هذا اللي بدي اياه، انا حر. اوكي، وندير بالنا على الفرق. قلنا بعجلة الحياة احنا عم بنجاوب على السؤال قدي انا راضي اليوم عن هاي المنطقة من 0 لـ10. فاذا انا راضي 6 من 10 عن هاي المنطقة، وانا مثلا دخلي 400 دينار، بزبطش يكون 10 من 10 تبعتي 100,000 بالشهر، يعني doesn't make sense. اوكي، ولا يهمك. فقلنا الدخل تبعنا او التوفير تبعنا بده يكون محدد واضح برقم. الممتلكات تبعتنا اذا حابين يكون عندنا ممتلكات برضو نسميها، يعني بدي بيت، بدي فيلا، بدي سيارة، اذا سيارة شو نوعها، حلو، يعني قد ما اكون محدد قد ما بكون انا عارف شو بدي واقدر اخطط له اللي بدي اياه. اوكي،
لأنه في سيارة بألفين ليرة وفي سيارة أوكي كتير. قدي أنا راضي اليوم معناته بالدخل اللي عندي اليوم أو بطبيعة منطقة المال اللي عندي اليوم بقول أنا قدي راضي اليوم عنه. طب عشان أنا أكون راضي 10 من 10 شو بحب أشوف بمنطقة المال؟ هون بهاي الطريقة بجاوب على السؤال. عشان أنا أكون راضي 10 من 10 اليوم، عشان أكون راضي 10 من 10 اليوم، مش بعد 10 سنين أو مش خلينا نسميها مش بالضرورة بعد 10 سنين، لأنه عجلة الحياة إحنا بنعبيها كل 3-4 أشهر وهي عبارة عن صورة عن وضعي عن رضاي اليوم هلأ أوكي بآخر 3-4 أشهر. فاللي ما كتب الجول تبعه يكتبه هلأ بهاي الصيغة. عشان أنا أكون راضي 10 من 10 عن منطقة المال بحب أشوف يا دخل يا توفير يا ممتلكات أو أي كومبينيشن منهم، يعني بدي دخل والدخل هذا توفير وكمان بدي بيت، كل واحد حر بالطريقة اللي 10 من 10 تبعته فيها أوكي. طيب بتحبوا تاخذوا وقت تراجعوا، اللي كاتب يراجع الجول تبعه واللي ما كتب يكتب الجول تبعه بالاسلوب، واللي 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 لسه مش واضحه عادي خلينا نسال ونتناقش فيه اوكي. ناخذ دقيقه هيك كليتنا نراجع الجول تبعنا الفاينانشال او منطقه المال. اللي ما كتب يكتب واللي كتب يراجع اللي كتب عشان نقدر نروح على الرياليتي. ضايل 30 ثانية وبنقول ده على القلم. ما حدش يغش من اللي جنبه. هاي كل واحد اللي بده اياه بدون غش. في كان مدرس انجليزي بالثانوي كان اكشلي هو ما كان اسباني، فكان يقولنا بتقدروا تغشوا مسموح الغش بامتحاناتي، المهم ما امسككم. طيب الرياليتي سهلة جدا، مش انا حطيت قدي انا راضي اليوم قلنا 6 من 10 او 5 من 10 او 3 من 10 whatever، هي مبنية على الواقع تبعي. رياليتي الار تبعت جرو هي الواقع تبعي اليوم بهاي المنطقة شو هو، فبوصفه حسب الجول تبعي. يعني مش انا كتبت دخل معناته الواقع تبعي بالدخل شو هو، اذا انا الهدف تبعي توفير معناته بكتب الواقع تبعي بالتوفير، اذا انا الهدف تبعي ممتلكات بكتب الواقع تبعي بالممتلكات. وخذوا هذا الشرح اللي شرحته انا كرأي الشخصي، اذا انتم حابين تكتبوا ريالتي بطريقه مختلفه بصير مش غلط. يعني بالبيرسونال ديفلوبمنت او بالتطوير الذاتي اي اشي بتسمعوه من اي حدا من اي حدا مين مكان يكون اكبر جورو بالدنيا واللي مؤلف له 17,000 كتاب خدوا اللي بيحكيه كمقترحات، لانه بالبيرسونال ديفلوبمنت عن جد ما فيش قوانين، يعني ما في اشي اسمه قانون 1-2، يعني حتى اللي بيسموه قانون الجذب هو مش نهائي مش قانون، يعني اكيد مش قانون اوكي. كليتها نظريات ديبيتابل وممكن نقاشها وممكن ضحضها وممكن الإيمان فيها زي ما بدنا احنا اوكي. فخذوا اللي انا بحكيه كليته كمقترحات، بس بالاخر انتم بدكم تمشوا على الشيء اللي بريحكم ضمن هذا البرنامج. جميل. طيب في حدا عنده مشكله بوضع الهدف او وضع الوصف تبع الواقع تبعه؟ هلا يكون مثلا الواقع تبعي بالارقام فأنا أوصف الواقع تبعي اليوم، فاللي ما كتب الواقع تبعه بالنسبة للهدف يقول أنا هل قد هيك الوضع تبعي بالمال اليوم. ممكن to take into consideration مثلا لو أنا
عم بمول شغلة، عندي قرض، عندي كذا، نحطها جوا الجوا الواقع تبعه، لأنه ممكن يأثر على عملية التوفير، مش رح يأثر كتير على عملية الدخل كدخل، بس ممكن يأثر على موضوع. أو إذا بدي ممتلكات، فأنا مثلا عندي قرض لبيت فبدي أخذ قرض تاني لسيارة، يعني ممكن بالممتلكات وبالتوفير بيأثر، بالدخل مش كتير بلاقيه بيأثر. الكل مرتاح مع صياغة الواقع تبعه. احنا عم نتدرب على الكتابة لانها فعلا جدا مهمة. موضوع الكتابة حكينا المرة الماضية، الاربع قوانين تبعت successful people، واللي فتحنا الموضوع يعني thank you محمد، نبهتنا عليه الموضوع المرة الماضية اللي دخلنا فيه على الاربع صفات للsuccessful people، اللي قلناهم انه الواحد يكتب، يتخيل، يصحى بكير، وخصوصا الساعة 5:30 أو 5:30. وإيش الرابعة؟ بالضبط، يكون في روتين واضح. كل الكلمات اللي كنا نسمعها واللي اللي كتبونا إياها بالسيفيهات خاطئة جدا. I work under stress. لا، I don't work under stress. هذا من أكبر الأخطاء اللي ممكن واحد يسويها بحياته. أوكي؟ أو under the pressure. لا، كل هذا الحكي ما تحت الضغط. هلا ضغط يومين اوكي، بس مش ضغط 362 يوم يعني. هذا اسمه بالاخر، اذا في ضغط 362 معناته في سوء تخطيط، معناته اذا مضغوطين طول الوقت معناته ما فيش بلاننج، ما في بروبر بلاننج. حلو، هل نحن جاهزون؟ بلاش احكي عربي فصحى احسن ما يطلع الاعراب غلط. جاهزين نروح برحله الاو، لانه بالمال حكينا جي اللي هي الجول، حكينا الار اللي هي الرياليتي، بدنا نروح على اول جزء من الاو اللي هي الاوبستكلز. اوكي، الاوبستكلز ايش المعيقات تبعتنا؟ المعيق اللي ما عم بخليه، او التشالنج التحدي اللي عم بخلي عملية الوصول للي بدي اياه صعبة. اوكي، هدول هم التحديات او المعيقات، obstacles او obstacle. انا بحب اسميها تحديات اكتر من معيقات، بس هي بالانجليزي obstacle يعني معيق، اللي عم بمنعنا او بيصعب علينا نوصل للعشرة من عشرة تبعتنا. اوكي، في حدا عنده سؤال على المعيق؟ تعريف واضح للمعيق. اوكي، في تعريف واضح للمعيق؟ احنا لسه ما حطينا خطة، احنا ما في خطة، هي عم بنحط هلأ المعيقات عشان لما نحط الخطة. اوكي، هي الخطة رح تكون للمعيق باي ذا واي بهذا الموديل، هذا رح نشوفه. مش عارف، هو مش مفهوم ابدا اللي انا بحكيه ولا كتير مفهوم. اهلا وسهلا، اهلين، اهلا وسهلا، تفضل. اهلين، خلص، واسطه واسطه. طيب، اذا موضوع الاوبستكلز مفهوم والمعيق مفهوم، هو الطريقة تبعته، طريقة صياغته، ايش اللي عم بيخلي الصعوبة عندي، او ايش ممكن يكون يشكل صعوبة
اني انا اوصل للعشرة من عشرة تبعتي، لانه احنا ممكن هلأ لسه عم بنفكر، هلأ حطينا اللي بدنا اياه، هلأ حطينا ريالتي تبعتنا لأول مرة عم بنفكر في هذا الموضوع. فبالتالي اللي بدنا نحطه هلأ ايش هم المعيقات اللي ممكن او بنتخيل انهم يكونوا موجودين ويصعبون عملية الوصول للعشرة من عشرة تبعتي. اوكي تمام. ممكن الثقافه والمعرفه، الثقافه او المعرفه بمنطقه المال. يعني مثلا شفت موضوع كبير بس الشركات المساهمه، انا ممكن اجمع 10 11 اتفق على مبلغ معين، بس هذه المستويات كثير تخوف. شركه مساهمه بشكل عام اوكي، ثقافه كبيره، ارباح واسهم، ممكن نوع اوكي اني عدم معرفتي بالقوانين لشغل معين او نوع شركات معين. اوكي حلو هاشم. معيقات انا ما بعرف المعيقات اللي بتخليك توصل للعشرة من عشرة، او ممكن تكون المعيقات اللي توقف في طريقك انت وعم بتسوي الهدف بالضبط هي نفسها. لا، نحكي عن المعيقات اللي بتوصلني للعشرة من عشرة، بكون انا واصل يعني بتحقق الهدف بس مش واصل للتوب تبعه، بس في معيقات تخليني ما بحقق الهدف نفسه. انا واصل للهدف بس مش واصل للتوب تبعه، كيف يعني؟ يعني مثلا انا سويت الهدف، يعني مثلا منطقه المال اوكي، انا وصلت لنقطه معينه من المال بس راضع عليها 5 من 10. حتى اوصل لعشرة من عشرة بدي يعني بدي اشتغل اكثر. بس في معيقات مثلا قبل لا اوصل للخمسة من عشرة. قبل الخمسة؟ يعني ما انت بالخمسة. لا بس في معيقات، مثلا في ناس بيحطوا اهداف جديدة. لحظة خلينا عشان نعمل العملية سهلة. الخمسة وضعي الحالي. أوكي. انا حطيت 5 على الوضع الحالي وبعدين قمت وصفت الوضع الحالي تبعي بالار. أوكي. شو هو؟ يعني هذا اللي هلأ موجود. أوكي. هل في معيق على اللي انا موجود فيه؟ واحد حاط هدف لحاله جديد، يعني هسه راح يبلش العشرة من عشرة على السريع. العشرة من عشرة على العشرة من عشرة الهدف هو الجول. طب مثلا في معيقات ما بتخلي الهدف يكمل، هو هذا اللي هذا هو اللي بدنا نحكي عنه. شو هو المعيق اللي عم بصعب علي وصولي للهدف اللي انا حاطه؟ صح. اوكي يس رولا. هل في اليوم مثلا استراتيجي معين او طريقه برين ستورمينج معين اللي اقدر عن طريقه انه افكر اوكي شو هي معقول تكون المعيقات؟ يعني مثلا نقول انا ما بعرف حاطط الجول تبعي اشتري سياره. حلو. فيني اعرف مثلا اول ما يفكر انا معي مصاري، بس ما فيني اعرف شو في معيقات ثانيه مثلا، او كيف انه كيف احط طوارئ الصوره انه شو معقول يكون في معيقات ثانيه؟ هل از ذير استراتيجي او شيء مثلا؟ هلا لا طريقة قانون واحد، لا ما في قانون واحد، لأنه كل هدف وله المعيقات تبعته اللي بالانفايرمنت تبعته. إذا بدنا نحكي مثلا سيارة يعني قرض يعني بده يكون مثلا البنوك عم تتطلع لازم يكون عندي المينيمم سالري هالقد عشان يعطوني قرض لهاي السيارة، فممكن السالري تبعي ما بكفي لقرض لهذه السيارة، فايش انا بدي اسوي؟ بدي اغير نوع السياره وبالتالي اغير الهدف تبعي، ولا بدي اروح احاول ازيد الدخل تبعي او اروح ادور على بنوك تانية او الاقي مصادر؟ هلا بتصير اوبشنز كيف، بس المعيق اللي هو اني مش قادر اخذ قرض. بس انا مش بدي افكر، يعني انا مثلا بطلع واذا انا بدي افكر مثلا وامس اسم في البيرسونال، انه اول معيق انه انا معي مصاري، بدي افكر انه اوكي معناته بدي لون او تدين من حدا، هاي بلشت افكر بطريقه فورورد هاو تو موف فورورد، بعدين بس بلشت انه الاقي حال اوكي في انذر معيق، يعني مثلا ليش ما فيني اخذ قرض؟ لا هلا بس بدنا المعيق هلا. اوكي
كيف طريقه حله. رح نفوت على شيء اسمه الاوبشنز, الجزء الثاني من الاو. الاوبشنز كيف نحل الاوبستكل. معي مصاري, الاوبشن اني اخذ قرض, يا باخذ قرض ويمكن يطلع على اساسه موعد قرض جديد بعدين. يس, يا باخذ قرض, يا بقى يا بقى حدا تسبونسر مي من العيله, الاقي لي شغل تاني, عرفتي؟ فبنروح على الاوبشنز تبعتها. وضحت ترولا ولا لا؟ انه وحده فيهم هاي ولا هاي؟ عشان ما نروح فلسفيا على الموضوع وتضيع الخطة, هي هذا محلول بقدي أنا راضي. إذا أنا قمة الزهد في الوضع اللي أنا فيه 10 من 10, ما عنديش شغل يعني. أوكي؟ إذا أنا بروحت على قمة الطمع, والله أنا 1 من 10, مش راضي على كل الموضوع اللي عندي مثلا. بس بيناتهم هذه الحالة واضحة, عوامل بتشتغل بيبدا الزائد يطلع لفوق وبدا الطماع ممكن ينزل لتحت ويصل لنقطه توازن معين. هذا الهدف من السؤال, انه انا قديش لازم بيني وبين حالي, قديش لازم اطمع او قديش لازم ازهد. انا سموير بيناتهم, انا ما بديش افوت بالطمع والزهد لانه بديش ارجع على البرامج المزروعه فينا اتجاه الفلوس, لانه مزروعه فينا زي ما المره الماضيه قلنا والسيشن اللي قبليها, مزروعه فينا قصص وحكايات عن الفلوس انها وسخ ايدين وانها عمل شيطان وانا ويح لكم وكل هاي يعني. فما بدي افوت بالطمع والزهد وايش البرامج اللي مزروعه هون اتجاههم لانه راح تضيعنا. فانا اللي بدي اروح عليه قد ايه انا مبسوط بوضعي المالي اليوم بكل بساطه. لإله شخصيه لإله عندي تصور انه المال يجر المال. الواحد دخل بموضوع المشاريع مش عارف كيف بده يخوض ويصعد يطمح اكثر. هذا تصور حلو. انا موافق مع هاي الشغله, بس انا اللي كتير حلو بالجرو وما بدي يفقد هاي الحلاوه تبعته انه الجرو كتير بسيط وعملي جدا ولا يتجه أي اتجاهات فلسفية ولا يتطرق لأي مواضيع بحتاج الواحد يتأمل فيها كتير. grow goal, أنا شو بدي, الار رياليتي شو وضعي اليوم مبنية, أنا حطيت الرقم عندي بعجلة الحياة قدي أنا راضي 6 من 10, ليه كتبنا 6 من 10؟ اكتبها بالرياليتي, كتير سهل الموضوع. فممكن نروح على هاي المواضيع, بس هيك احنا بنكون عم بنصعب القصة حالنا, ما عم بنسهلها. فبدنا ندير بالنا من هاي القصة لأنه الموضوع كتير براكتيكال. لا أكتر مما تتخيلون. احنا بس كل مشكلتنا انه مش متعودين على الورقة والقلم. الورقة والقلم هي اللي بتحللنا بس بس نكتب انا بدي 1000 دينار بالشهر. شو وضعي اليوم؟ انا والله باخد 400 دينار بالشهر. طب شو مخليني مش قادر اوصل للألف دينار؟ ايش ممكن معيقات توقف طريقي؟ والله بالشركة عشان اوصل للالف دينار لازم اصير مدير الشركه يعني. اوكي, ففيش سالري سكيل مناسب بالشركه. ايش معيق تاني؟ اذا والله بدي اشوف اذر اوبشنز مثل اشوف لي شغل تاني, الوقت ممكن يكون عائق اني اشوف. فالوقت الشركه ما بتحليش وقت, ما بتحليش بروموشن او ما فيهاش سالري سكيل. ايش في معيقات تانية؟ بحط الصعوبات تبعت الالف
اوكي، او عندي قروض ب 400 دينار وانا معاشي 1000 دينار اساسا، بس عندي قروض ب 400 دينار فصاروا 600، فانا بدي احط دخلي ل 1000، فانا مش قادر اسد القروض، او لسه او العائق انه سد القروض تبعتي. من الواقع تبعي ومن الهدف تبعي بحط المعيقات اللي انا بعرفها عن 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 وضعي اليوم، وفيش حدا بيعرفها اكثر مني عن حالي، فهي بهالسهوله يعني بهالبساطة. بس حاسسها انه لا، هي اكثر تعقيدا من البساطة اللي انا بحكي فيها. هاشم، انا زي ما حكيت لك ممكن مرة طاقة المال يعني هي مش صعبة، بس نفسيا النفس طماعة يعني. ولا بس انتك السؤال ان واحد بيقدر يوصل لمرحلة القناعة بالمال؟ طب يعني اوكي انا وصلت، كنت حاط هدف ووصلت له 10 من 10، قبل الهدف، قبل الهدف لو إجا هاشم يقول، مش رح نحكي أرقام بالرقم، بس رح نحكي الرقم التالي. لو إجا اليوم هاشم يقول أدي راضي عن حاله من 0 ل 10 بمنطقة المال، شو جوابه؟ 7. حلو. 7 هاي انحطت هاشم على وضعه الحالي. على سبيل المثال، على سبيل المثال مرة، على سبيل المثال أنا بعرفش إيش عن هاشم. خلينا نقول معاش هاشم 700 دينار، فهو حط 7 من 10 انه انا معاشي 700 دينار. منطقيا، منطقيا لما هاشم بده يقول عشان انا اوصل للعشرة من عشرة شو بحب يكون دخلي؟ ألف. ليه ترددت؟ لانه مش 700. اوكي، ألف. وبالتالي بهذا البرنامج وبهاي الطريقة امنا موضوع الطمع وبدي 10 مليون وبدي اكون غني. بس لما اوصل للالف بلاقيها حلوة، بفكر بالالف 500. بس نوصلها ونحقق العشرة من عشرة تبعتها وتصير واقع، اعمل هدف جديد. يعني ما نعمل اكتر من هدف يعني بس على الاقل على الاقل اوكي. انا برايي هلا انا بس بميز الواقعيه بالتبعي، لانه انا مثلا مثلا بدي اروح على مثلا الزراعه، ما بعرف على الزراعه، الرياليتي تاعتي هو المعقول بالشغل اللي انا ساكنه فيه، والهدف تبعي هو الراس اللي انا رايح معها. فبتخيل ان الرياليتي مش انه انا هالقد، فانه انا مستحيل هذا الشيء اصرف، هي رياليتي بس انه انا الطريق اللي انا بدي ابلش امشي. الريالتي الطريق، الطريق اللي انا يعني انا مش سبت على المكان اللي انا فيه هلا، الطريق يعني الهدف، المنطقه الثانيه او منطقه الهدف اللي هو البوصله اللي راح اوصلها، يعني من هذا المكان يعني النقطه ايه للنقطه بي اللي هي العشرة من عشرة، هي العشرة من عشرة ايه هو الريالتي بالضبط. النماذج اللي عم نستخدمها هي صور حاضرة اليوم عن اليوم، يعني عجلة الحياة هي الصورة تبعت اليوم. إذا أنا قلت 7 من 10 زي ما قال هاشم مقارنة مع 10 من 10، قلنا ما بزبط أجي أقول إذا 700 7 من 10 بزبطش 10 من 10 تكون 100,000. It doesn't make sense. Okay. هلأ بالنماذج اللي عم نستخدمها هاي الطريقة اللي بنحكي فيها. هلأ بنماذج ثانية ممكن نعمل longer term وبعدين نرجعها على أول هدف بدي أعمله، مثلا زي ما حكيت رولا المرة الماضية بدي 5 مليون خلال 6 سنين، أقسمها على quarters وعلى أشهر وعلى سنين، وبعدين أقول بالشهر شو هو، بعدين أجي أقول أنا وضعي هلأ شو، والعشرة من عشرة تبعتي بهاي المرحلة اليوم، لو أنا اليوم العشرة من عشرة عشان أشوفها اليوم شو هي. يعني أنا اليوم
شو هي العشرة من عشرة تبعتي، مش بكرة كيف رح أشوف العشرة من عشرة تبعتي. أنا هلأ لا إيش بحب أشوف، يعني بما إنه اليوم أنا سبعة من عشرة، كنت أنا لو كان هيك موجود اليوم كنت حكيت اليوم عشرة من عشرة. فهاي طريقة وضع الهدف، اليوم العشرة من عشرة تبعت اليوم، ما أنا اليوم حطيت سبعة من عشرة. لو إيش صار شو بيختلف عن الوصف عشان أنا أحط العشرة من عشرة تبعتي؟ Yes. Time it. Time هذا الحكي. مش قلنا سمارت؟ احنا الجول تبعنا سمارت. واخر اشي بالسمارت التي timed. معناته بدنا نعدل الخطة. قديش بيكون هاي؟ لا بدنا نعدل الخطة. معناته صار في معيقات خلال الوقت هذا أنا ما كنت شايفها، ما أو ما حطيتش المعيقات، أو حتى نسيت الخطة كليتها وضلتني أحلم بس بالعشرة من عشرة وما اشتغلت عليها. أوكي؟ فهاي الشغلات اللي بدها تكون مرت بطريقنا عشان ما حققنا الهدف بالوقت اللي إحنا كنا حاطينه. يا مش حاطين خطة، او حاطين خطة وفي ما حطيناش المعيقات، او حطينا المعيقات بس هذا المعيق ما كان خاطر عبالنا وما خططنا له. اوكي هل قادرين نحط المعيق ولا لسه صعبة؟ المعيق مش شرط يكون شيء واحد، اكثر من شيء. طبعا ممكن اكثر من معيق يكون. احنا صافنين صعوبة، صافنين بنحاول نكتب. طيب في حدا قدر يكتب المعيقات تبعته؟ لا؟ اوكي good for now، يعني لهلأ المهم احنا بدنا نكتب هلأ عشان نتدرب، بعدين بنرجع على البيت بنفكر فيها اكتر. في حدا ما قدر يكتب المعيقات تبعته؟ ولا جول ولا رياليتي في المصاري. انا لازم تعاقدني. اوكي طب هاي مره ولا تزبط تزبط مش بنلحق من اول مره. اوكي فمعناته صار عندنا على الورقه احنا تبعتنا الجول لمنطقه المال، الرياليتي الواقع تبعنا بمنطقه المال، والأوبستيكلز تبعتنا بمنطقة المال. هل في حدا ما عندوش أي واحدة من هدول على ورقته؟ الكل عنده الثلاثة؟ في حدا مستصعب أي واحدة منهم؟ احنا بنعمل البراكتس هذا، وهذا الموديل عم نعمل عليه براكتسنج غير عن الموديل تبع السنتين الماضيين، عشان كلياتنا نتعلم من بعض. يعني بواجه صعوبة معينة احتمال حدا تاني عم بواجهها، فبنستفيد من بعض كيف نحل هاي الصعوبات بوضع الخطة. في حدا عنده اي سؤال لهاي المرحلة؟ حلو اوكي كيف بقدر اتحكم فيها؟ هلا بنشوف. هذا موضوع كتير حلو. انا براسي ما بقدرش احكي اوكي
يعني ثقافة المجتمع، ثقافة السوق و... لا صراحة أنا من خبرتي يعني الضئيلة بالسوق، طموح إن البلد له سقف ما تقدر توسع أكثر. أنا فاهم عليك مصطفى، بس اللي بنحكي فيه بعيد جدا عن البلد. احنا اللي بنحكي فيه وضعنا الشخصي، احنا كتير مقلين بالانتباه وبالرعاية لأنفسنا. بس أنا كتير بفكر والله أفتح شركة كبيرة. أنا ما بدناش نفكر، احنا بدنا نكتب، احنا دائما في حالة تفكير دائم. أوكي؟ بس مع كاسة الشاي احنا بنفكر وكاسة الشاي بإيدنا، واحنا وبنحرك بالسكر او بنحرك بالباق او بنحرك اذا كانت فرط، بغض النظر كل واحد وطريقه الشاي تبعته. اوكي وبقى يا بي بعدين بترك كاسة الشاي وبقول لحالي اني خططت وما زبطتش الخطه. يعني هاي طريقه يعني هاي اعظم طريقه تخطيط عم بنخططها بالبلد. فالموضوع احنا بدنا نقيم البلد ونرجع لحالنا، لانه احنا عاملين معيقات جوا حالنا بايدنا، ولا واحد فينا حاطط خطه لحاله. يعني معظمنا، يعني بديش اعمم كتير، معظمنا مش حاطط خطه لحاله بكل لا كتخطيط شخصي. ما عندنا ما عندناش هاي العاده. بمنطقة الفلوس بقول لك تعدش الفلوس خلي بركتهم فيهم. طب انا كيف بدي اعرف قد ايه معي؟ يعني يعني عشان اعرف الواقع تبعي يعني قد ايه معي. يعني في واحد عم بيقول لي ادفع لي 1000 بس خليني اعدهم اشوف اذا هدول 1000 ولا لا. يعني قبل ما لهو لو بدك تعد من وراي بس كيف بدك تعد؟ خلص على واذا زياده لإلي مزح. يعني يعني موضوع الفلوس عن جد زي ما بتحكوا الموروث تبعها مش معقول مش طبيعي. كل شيء كل شيء ما راهي بس في شيء اسمه بركه الفلوس عن جد. يعني لو زعدناها بتروح بركتها. مش عن عدد بشكل عام، مرات الواحد بيكون عم بيخطط وعم بيحسب هيك بعدين الحسابات بس بتكون مثلا الفلوس بتكون في يعني يعني يمكن لو بدنا نمشي على الحسبه يطلع كثير فاشلين احنا وتحت صفر. لما الواحد يشتغل بحس انه لا يعني عم يجي شو قصدي بس ما يعرف شو اللي جابه لانه بتقل بركتهم. لا لا مو هيك. ما انا هذا اللي بحكيه هلا 100% في موضوع. هلا انا كل اللي بحكيه انه في موروثات عم تمنعنا نتعامل بالفلوس بطريقه صح، حتى على التعاقدات. يعني واحد يداين واحد فلوس المفروض نكتب ورقة. يعني من أقل شيء شاكك فيه تخوني من القصة، مش شاكك فيه بس هيك الأصول. يعني احنا حولنا الأصول. الأصل إني أمسك ورقة وقلم وأخطط، لا شو خليها على البركة. الأصل إني أنا أعد الفلوس اللي عندي عشان أشوف شو في عندي فلوس خلي بركتهم فيهم. الأصل إني أنا أروح أشتغل عشان أجيب فلوس. يا أخي أنت داير ولا فلوس طول الوقت، أنت مش معقول شو مادي. يعني كل شغلة كل خطوة بموضوع الفلوس محطوط عليها أشياء موانع جوا عقلنا إنه عشان موضوع الفلوس ما نقربلوش. بعدين نستغرب ليش معناش فلوس. هي واضحة. أوكي نرجع للمعيقات. الكل مرتاح بصياغة المعيقات اللي عنده أو التحديات. طيب أنا السكوت علامة الرضا رح أعتبرها،
وانه راضيين عن وما فيش عندنا تحديات بموضوع التحديات. تقول لي معتز اكيد اوكي. واو يعني الطريق سهلة؟ لا مش قصة سهلة بس انه يا سهلة يا في معيقات. اذا الطريق صعبة شو مصعبها؟ اذا الطريق صعبة شو اللي مخليها صعبة؟ وبالتالي ببلش العقل يفرز المعيقات. اوكي هاشم تقدر تعطينا مثال؟ بلاش يكون خاص يعني زي ما بتحب. مثال كيف ممكن يكون اشي تحت سيطرتي واشي مش تحت سيطرتي؟ انا بدي احكي لك الخطة تبعي من البداية. اوكي. انا بموضوع المال بحاول ابني شركة. فكتبت انه هاي الشركة بدها تجيب لي شهريا رقم معين. حلو. بس حطيت الرقم بس هسه انا تفكيري مش بالرقم. كيف بناء الشركة. حلو. الواقع تبعي انه فيش عندي شركه هسه بدي ابدي من الصفر. حلو. المعيقات تبعي شو هي المعيقات اللي راح تخليني انه ما ابني الشركه؟ حلو. واحده من المعيقات انه الوضع السياسي والاقتصادي ما بقدر انا اتنبا فيه بس بعرف انه هاي معيقات. لحظه شوي. جميل جدا هذا الحكي. بمنطقة المال لأنه بنحكي عن منطقة المال فأنا بدي شركتي تجيب هذا المبلغ. أوكي. المعيق الأول ما عندي شركة لأنه بالواقع ما عندي شركة. أوكي. فالمعيق الأول إيش؟ إنشاء شركة. صعوبة إنشاء شركة. لا الشركة يعني المعيقات اللي راح تخليك ما تنشئ الشركة فبالتالي اذا ما نشأت الشركه مش راح يجيك هذا المبلغ من المال. طب اعطينا المعيقات هاي. اوكي قلت لك الوضع السياسي والاقتصادي يعني هذا خاص بهاشم. يعني انا هلا بقدر اسس الشركه بس مثلا في معيقات سياسيه لا سمح الله ممكن يصير حرب. اوكي فانا ما بقدر اخسر المصاري اللي انا حاط عشان اسس الشركه بس بعرف انه في معيق سياسي ممكن باي لحظه يصير ما بقدر اتحكم فيه. جميل جدا. ايش اللي حكاه هاشم برايكم؟ مخاطر. مخاطر تختلف عن معيقات. المخاطر المستقبليه اللي ثريتس بالسوات اناليسيس. اوكي الثريت مش معيق حالي هو انا ممكن هذا يصير بس حاليا مش موجود فما بسميه معيق هذا بسميه اخطار محتملة هاي مش معيقات. المعيق ممكن يكون مثلا اذا انا بحمل جنسية غير اردنية مثلا وفي قانون بيقول يمنع مثلا انه الحاملين الجنسية الغير اردنية انهم ينشئوا هذا النوع من الشركات وهذا النوع من الشركات هو المناسب لا نوع الشغل بدي اشتغله اللي بده يجيب لي هاي الفلوس هذا يعتبر معيق. اوكي وانا كتبتها مثلا المعيق الثاني اللي هو الاستقرار انا ما بعرف حالي انه انا مستقر انا مش مستقر ممكن باي لحظه بطلع من البلد اللي انا ساكن ما مش راح تخليني اكمل بالشركه اللي اقدر اسويها. اوكي فالاول معيق عدم معرفتي بالمده اللي راح اقضيها بالبلد مثلا. اوكي هيك بنحط بالضبط بالنسبه لهاشا. هو كومبلكس هو قرر انه بده يجيب 1000 دينار بطريقة تانية ممكن اروح احكي لهاشم موضوع الشغل الشركة هو منطقة العمل مش من منطقة الفلوس. اوكي فاحنا اللي عم نحكيه انا بدي اجيب 1000 دينار
واحدة من الأوبشنز عن طريق شركة، بس هل هذا سؤالي رح يكون لهاشم، هل هاي هي الطريقة الوحيدة؟ لأنه أنا هدفي بالمال أجيب مثلا 1000 دينار. لا، بس هو هدفه لما بدويه يسقف بول، مش إني أعمل 1000 دينار، إنه الشركة تصير تعمل 1000 دينار، الشركة من أساسها مش موجودة. So it's a bit complex. بالضبط، حاطط فيه منطقتين، حاطط فيه منطقة الفلوس ومنطقة العمل مع بعض جوا جول واحد. انه انا بدي انشئ شركه تعمل الخدمات او البرودكتس الفلانيه، وبدي اجيب هذا المبلغ، حطهم الاثنين مع بعض. فلما نحط الاثنين مع بعض طبعا الحياه رح تكون صعبه بالتخطيط. Which is what you do usually with your client in this case. You ask them to simplify the goal. ممكن بيشتغل اول على منطقه العمل اللي هي اساس الشركه اول. انه usually احنا when we fail achieving our goals لانه بكونوا ما لهم سمارت جولز، عشان هيك بنفشل. بالضبط. او هو سمارت الجول، هذا الجول سمارت، مش ضارب السمارت، لانه محدد فيه الفلوس، محدد فيه الطريق، يعني محدد اكثر من التحديد، وممكن يكون قايل خلال فتره كذا، خلال فتره سنه مثلا بدي انشا هاي الشركه. على ايش هو هلا كومبلكس زي ما قلنا، لانه داخل بمنطقتين. فيا بنقول له هل الشركه هي الطريقه الوحيده لتجيب هدول الفلوس، او بنروح نقول له هل انت بدك تشتغل على منطقه المال اولا ولا بدك تشتغل على منطقه العمل. بس بما انه احنا بالدائره هون عم نحكي عن منطقه الفلوس، فاحنا وي تيكينج ذا كيس از از، انه هاي هي الطريقه اللي بده يشتغل على منطقه المال فيها. اوكي، بس كل المعيقات راح تلاقيها، لانه بسبب الصياغه هاي كل هالمعيقات بالنسبه للشركه مش بالنسبه لهدف الفلوس. انتبهت شو راح يصير معك؟ معك، بس في سؤال، هل الـ 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 المبلغ هذا ما فيش طريقة تانية إلا من خلال الشركة أجيبه؟ عرفت علي؟ هلا أنا حابب أجيبه من خلال الشركة، لو بدي أشتغل بس على منطقة المال، هادون الفلوس بس عن طريق الشركة بنجابه ولا ممكن في طرق تانية؟ حسب الجول اللي حطه. الجول الفلوس بالنسبة للجول. أوكي، تصور انا قصة مساحة المال على المستوى الشخصي شوي لازم تبعد عن عن هاي الامثلة المتخصصة. اقول له مثال انه ممكن يفكر فيه الواحد. بالضبط، انما بيحتاج له لا بده شغل 100%، بده شغل بده شغل وهو حاليا عم بيقولنا انا بدي اشتغل على منطقه الكارير، ما عم بشتغل على منطقه المال. صحيح، وهذا اللي عم بحكي لنا اياه. اوكي، ورح نيجي على منطقه العمل، بس عشان نجاوب على الاسئله كلمه معيق جاوبنا على الاسئله، بس اللي بقولنا اياه هاشم وصياغتك مش صياغه منطقه مال، صياغه منطقه عمل. اوكي، لما اضطر بالمستقبل لما اجاني هيك معيق تاني ما كانش انا وبكتب الخطه موجود، فبحط المعيق وبحط لقدام رح نشوف الحلول تبعتها الاوبشنز. فانا وجوا وبشتغل قاعد ممكن يجيني معيق يطلع لي ما كانش موجود من قبل. اوكي، بنضيفه على الخطه تبعتنا. في حدا كان رافع ايده؟
بالضبط 100%. عشان اوصل هدفي لازم اخلص من الديون، فصعوبة الوصول للهدف مربوطة بالديون الموجودة عندي، فاحدى المعيقات اللي موجودة عندي اليوم هي ديون الديون المترتبة علي. رقم 6 مبلغ كذا صار يجي. اوكي. اه لا، اذا انت حاطط دخل، اذا حاطط دخل بدك يكون دخلك كذا 1000 دينار، اوكي، علي ديون 400، فانت برجع لك هل هو الالف ايش؟ الالف صافي لجيبتي، الالف بشكل عام حسب صيغه الهدف تبعتك بتشكل المعيق بهاي الحاله. عرفت علي؟ الهدف 1000 لساني يجيني 1000 بس مش صافي. ممكن اجي اقول انا بصيغه الهدف في صياغتين للهدف، بالضبط بهاي طريقه الصياغه. في صياغه تانية بصيغ انا من خلال الهدف، يكون دخلي الشهري 1000 دينار بعد تسديد الديون مثلا، اوكي، ممكن اصيغه بهاي الطريقه. في اي سؤال على المعيقات؟ حلوة الأمثلة هاي، اللي كتب رجاء وعنده شايف يشاركنا بالمثال تبعه نستفيد. طيب خلينا ناخد المعيقات معانا على البيت ندرسهم أكتر عشان الجلسة الجاي إذا مرتاحين بالموضوع هاد رح نكمل على الأوبشنز وناخد كل معيق ونحط له الأوبشنز تبعته، وهون رح ناخد أمثلة من اللي كتبتوها، أوكي، عشان نستفيد كيف نحط خيارات لحل المعيقات. فالأوبشنز مش خيارات كيف نوصل للهدف. بالموديل القديم كنا بنحكي على الخيارات، إيش الخيارات اللي عنا عشان أوصل للهدف. بالجرو موديل الاوبشنز هي ايش الخيارات اللي عندي عشان ازيل المعيقات، وهون الخطه تبعتي رح تنحط. لانه انا طريقي سهل المفروض، خلص بدي 1000 دينار بجيب 1000 دينار، بس في اشي مانعني، فايم اللي مانعني بقوم بيجي الهدف. هذه فكره الجرو موديل. يعني زمان لما بنعطي عن نيدز بنقول النيدز هم هوكس لإلنا، عاملين مشابك، فتو ساتيسفاي ذا نيدز بيقيموا الهوكس بنطلق للحياة. أنا جوعان مستحيل أقدر أركز بالشغل تبعي، أوكي، فأنا مسحوب لورا، مجرد ما شبعت بنطلق، الحياة سعيدة بتصير، أوكي. نفس الشيء المعيقات بالنسبة للهدف، المعيقات بالنسبة للهدف اعتبروها unsatisfied needs للهدف، الهدف بحاجة لكذا عشان يصير. يعني هاي طريقة تانية نتطلع عليها. كيف هذه مرة تانية unsatisfied needs؟ يعني مرات نتطلع على احتياجاتنا الشخصية. ما هو الاحتياج يا بكون ساتسفايد يا ان ساتسفايد. يعني انا جوعان، احنا الاكل حاجه صح؟ اذا انا جوعان يعني انا بحاجه لاكل، يعني I did not satisfy my need for food. اذا انا جوعان وضليتني جوعان وعندي ديدلاين ومش ملحق ومش وقته اكل، معناته I'm not satisfying my need for food. اوكي، بأثر على شغلي، مش عم بزغلل عيني قاعدين وبلشت أدوخ وبلشت كذا كل عشان تكمل شغل. نفس الشيء الطريقة للهدف، عشان أنا يصير عندي 1000 دينار شو اللي موقفني؟ ما مديري مش قابل يعطيني بروموشن. عشان الهدف يتحقق مديري بده يعطيني بروموشن مثلا، على سبيل المثال، أوكي. فإيش المعيقات؟ المعيقات إذا بدكم ترجمة فلسفية، إذا بدكم يعني شوية نفلسف الشغل إنه المعيقات هي احتياجات للهدف.
لبي هاي الاحتياجات الهدف بيجي. احتياجات الهدف مش احتياجاتي انا، احتياجات الهدف نفسه. كيف الخيارات لانه هون الاوبستكلز في قدامنا طريقتين، يا اما عشان نلاقيها، يعني انا قاعد افكر كيف بدي الاقي اوبستكلز، فتفكيري وين راح، يا اما بدي ارجع ل انا خبرتي كنوره، يعني مثلا انا اشتغلت كموظفه مثلا بشتغل بمشروع، فهذول الاثنين انحصرت فيهم، يعني يا اما بدي ارجع اتوظف مثلا واخذ سالري قد، او مثلا بدي ازيد عدد الزباين لكن حصلت هنا بيتنتني، يعني لا انترستنج. اوكي طب اوكي، ما بدنا نحصر حالنا بالخبرات السابقه، فصفى انه بدنا نقعد مع حالنا ونحط طرق ثانيه عشان نزيد، ونسيت كل طريقه نحط لها اوبستكل، حسيت انه رجعنا شوي. جربي المودلز هي للتجربه، يعني اكيد رح يطلع مناطق ضعف بهذا المودل. اوكي والمودل هو مودل، هو نموذج وليس قانون، بنطوعه لراحتنا. بس معاك حق 100%، يعني الألفين دينار هدول إذا بدي أجيبهم مثلا عن طريق وظيفة إلها معيقات، إنه ما فيش شغل بالسوق، أوكي بدي عاد أدور على شغل. إذا بدي أجيبهم عن طريق شركة، أقعد هلأ فوت بقوانين الشركات، وأقعد جيب محامي وجيب مدققين وهاي المعيقات تبعتها، وفوت على الوزارة وأعرف قوانين الشركات. إذا أنا بدي أجيبهم عن طريق الاستثمار، أوكي أنا بفهمش بالأسهم مثلا، ما بعرف أو بعرفش طرق استثمار، فمعاك حق. جس جميل، قد ما هو محدد هذا الموديل قد ما هو أصعب من يعني تحديده لزيادة، قد ما بيساعدنا قد ما التحديد عم بتطلب جهود أكتر، لأنه الموديل هداك ما مش كتير، ما مسكنا حالنا الورقة والقلم، أوكي عدنا نتناقش هيك بالموديل القديم، بس الموديل هذا لأنه ماسكين الورقة والقلم ولأنه محدد أكتر من الموديل القديم، وعم بخلينا نتطلع على واقعنا وبتطلع على الهدف، ومبينة صارت الفجوة بين الواقع تبعنا وبين الهدف تبعنا، فبلش الجد بعائلنا، وعائلنا رح يبلش يرفض. ديروا بالكم ايش جديد لانه رح انه ليش بدك تفوتني بالمتاهة، ما احنا كنا مرتاحين ومكيفين وخلص، وضل وقت قاعدين to complain. خلص انا بس بتزمر قاعد، ما احلاها الحياة كانت انا بتزمر، بدك تشغلني. معتز اول شغل ديفيد جون بقولنا الديون، وهذا الجواب كمان على سؤالك، الديون ضمن مدخلات الدخل غالبا. اوكي يس، واحدة من المعيقات اللي زي ما حكيت لك مو تقدر تسيطر عليها هي الحظ. الحظ، دير بالك بين المخاطر والمعيق. المعيق الحقيقي، اوكي الحظ مش معيق حقيقي. في شغلة، في فيلم لويل سميث اسمه After Earth، حكى لابنه بهذا الفيلم، بقول له فير الخوف شغل مخنا، احنا بنقرره انه نخاف، بس danger is real، الخطر حقيقي، بس انه نخاف هذا دورنا عاد، احنا قررنا نخاف او نعمل اي اشي نهرب. يعني في واحد بيشوف حية بقولها مرحبا وبيضل مكمل ماشي، في حدا تاني بيشوف نملة جنبه ماشي بنط 10 متر لفوق، فجأة الادرينالين بغلي عنده. اوكي فالدينجر از ريل، بس الفير از اور تشويس. الدينجر انه احنا
ما نحقق أهدافنا وما نعيش الحياة اللي بدنا إياها. المعيق الحقيقي إنه إحنا ما نسعى وراء أهدافنا ونخطط لها. أوكي؟ فندرس اللي أخذناه ونعيد دراسته إحنا بالبيت عشان نيجي الأسبوع الجاي ونحكي بالمعيقات، وإذا خلصنا حكي بالمعيقات عشان رأساً ننقل على الأوبشنز، أو بنعطي المعيقات كمان وقتها. أعطونا أمثلة الأسبوع الجاي إيش صار معاكم، أمثلة معيقات. أوكي؟ طيب داليا إيش في عندنا الأسبوع الجاي؟ بكرة العيد. بكرة عيد out and about، أو يعني رح نعمل عشاء بمناسبة احتفالية عيد out and about. والسنة الماضية على الخمس سنين كان الثيم العام إحنا محبة. أوكي؟ السنة إحنا سلام. أوكي؟ فالتفاصيل كلها موجودة على الإيفنت نفسها، عاملين إيفنت فيها. فبنتمنى نشوفكم كلياتكم بكرة إن شاء الله بالعيد ونحتفل مع بعض بالسنة السادسة لأوت أند أباوت. يوم السبت رح يكون في عنا التفاصيل كلها على الصفحة، ما بديش أزهقكم بالتفاصيل. واللي بده تفاصيل أكتر وهلأ بده يحجز لأنه بكرة صحيح مع داليا. بعرفش داليا عندها الجواب بهذا الموضوع. أوكي، إذا في حجز إذا ما في حجز اللي حابب يسأل داليا. يوم السبت عنا جلسة نادي الكتاب لحقوق الإنسان، رح يكون فيها والميسرة رشا عبد اللطيف. رح يكون فيها استضافة ولا لا؟ لا ما في استضافة. فبمناسبة لأنه هدول كم من يوم، اليوم العالمي لكذا، اليوم العالمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان اللي هو أي يوم يعني هالفترة. في يوم الأحد اللي سجلوا بالدبكة رح يكون الدرس الرابع للدبكة يوم الأحد. بعدها في إشي يوم السبت الصبح تزيين شجرة الميلاد بدار المسنين بالفحيف، بس ما بعرف ضل مجال المتطوعين، ضل مجال. أوكي، فاللي حابب يروح معانا على الفحيس على دار مسنين راح نعمل شجرة هناك ونكون معاهم ونحتفل مع بعض بالمناسبات الأعياد. برضو يحكي مع داليا. بعديها يوم الخميس الجاي إن شاء الله بنعيد الكرة ونرجع نلتقى مع بعض بدوائر. شكرا كتير ونلقاكم في جلسة جاي، واللي حابب يضل للجلسة اللي بعد هاي هلأ رح نعمل جلسة المحادثة الإنجليزي. شكرا، نراكم قريباً.